السلام عليكم، كيف كوتش باب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد وبتحديث جديد للعبه كار باركينج ملتو بلاير، وطبعا يا جماعه تحديثنا لليوم رقمه 4.8.13.3. التحديث يا جماعه يمكن نزل عند الكل ويمكن لسه ما نزل عند الكل، فانتظروا ان شاء الله رح ينزل عندكم. انا تاخرت شوي بتنزيل هذا المقطع بسبب هذا الشيء، قلت لحالي انه لازم انتظر شوي مشان ينزل التحديث عند الكل وبعدين ننزله وتجربوه يعني وهيك. فيا جماعه الخير اللي ما نزل عنده التحديث انتظر، رح ينزل عندك بالايام القادمه او بخلال الساعات القادم ان شاء الله. طبعا يا جماعه الخير، تحديثنا لليوم فيه 3 سيارات او 4 سيارات جداد، وبنفس الوقت يا جماعه ضافوا لنا ملابس جديده على اللعبه. فلذلك يا جماعه الخير قبل ما ابدا المقطع، صلى الله رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسوا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وبترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. وبداية يا جماعة الخير رح نروح مباشرة على قسم الملابس لحتى نورجيكم الألبسة وكذا، وبعدين ننتقل لباقي للسيارات والباص وكذا. فيا جماعة الخير رح ننزل للأسفل بهالشكل هاد، نشوف إذا كان في عنا شيء جديد. في عنا مثل ما شايفين هاي الخوذة، وفي عنا هاي الخوذة، في عنا كمان نظارات، صار بإمكانك تحط نظارات لشخصية اللاعب مثل ما شايفين قدامكم، كله بعملة الكوينز مع الأسف. مثل ما شايفين في عنا هاي الكمامة بتظبط أمورك. عنا هون يا جماعة الألبسة وما ألبسة والأشياء هي، لنشوف بالأسفل إذا في شيء جديد. لحظة لنشوف، في على ما أظن في شيء جديد إضافوا مثل ملابس شايفين قدامكم. طبعا كله كوينز كوينز كوينز، ما في يعني إنه والله تشتري بعملة اللعبة مع الأسف. فمثل ما شايفين هدول إنن بعض الأشياء يلي إضافوا لنا إياهم على اللعبة. في هذا يمكن آخر شيء. طبعا بالنسبة لشخصية البنت كمان نفس الشيء، في إضافات جديدة وهيك. فهدول الأشياء يا جماعة لازم تشحنوا في اللعبة لحتى تقدروا تشترون مع الأسف. فخلونا نحط رجوع بهالشكل هاد. حاليا يا جماعة الخير رح نروح مباشرة لقسم الجراج. في عنا بقسم الجراج تقريبا هن 3 سيارات، وبنفس الوقت في عنا مركبة جديدة اللي شايفينه قدامكم، اللي هو عنا أول باص أو أول مركبة باص جديد يا جماعة. طبعا هذا الباص ما بعرف ليش ضافونا اياه، بس صراحة عجبني وما عجبني، لان فيه يعني مثل ما شايفين الباص كتير طويل، وبنفس الوقت صعب انك تتحكم فيه في اللعبة. فلو كان مضيفينه اياه بشكل اقصر من هيك بيكون افضل صراحة. هي واحد. اثنين، عندنا شغلة تانية، العالم بيقدروا بيركبوا معك. انا جربته للباص، بس بتحس يعني ما بيبينوا معك انه موجودين في قلب الباص، يعني بس مجرد انه ركب معك وهيك فقط. عرفتوا كيف؟ طبعا بالنسبة لسعره، سعره 1000 عملة كوينز مع الأسف، سعره كتير غالي، وأغلب السيارات الموجودة كمان الجدد كمان ضافوهم بنفس السعر. فهذا أول مركبة أو أول باص أو شو بدكم ضافوا لنا اياها على اللعبه. بالنسبه للسيارات، في عندنا هي السياره يا جماعه الخير من نوع بيجو. طبعا هي السياره بدون عملت كوينز، يعني هي بتقدروا تشتروها من اللعبه، حقها تقريبا 320,000. مثل ما شايفين قدامكم السياره كتير حلوه صراحه. هي في لها فيلم على ما اظن بيزبطوها بشكل سياره شرطه على ما اظن او هيك شيء. فالسياره مبين عليها كتير حلوه، ان شاء الله راح نجربها بغير مقطع نشوف شو وضعها. مثل ما شايفين السياره هاي هي. في عنا يا جماعة الخير السيارة الثانية رح نشتريها طبعا، لهي كما شايفين اشتريناها، رح نحطها بالمفضلة عشان نقدر نشوفها على طول. السيارة الثانية يا جماعة الخير واللي هي البي ام دبليو ام 4 على ما اظن او شو بسموها، هي طبعا من نوع ستيشن مثل ما شايفين بهذا الشكل. سيارة كتير حلوة صراحة جماعة البي ام، رح تعجبهم هاي السيارة كتير، بس سعرها شوي غالي مثل ما قلت لكم، حقها 1000 عملة كوينز مثل ما شايفين 1000 ذهبة. فسيارة حلوة لا بأس فيها، يمكنك تعدل عليها وتظبطها وكذا وهيك أشياء. طبعا رح أعمل مقطع خاص في التعديلات على الباصات على الباص والسيارات والأشياء هي، وأرجيكم التعديلات بشكل كامل عليهم ونجربهم نشوف شو وضعهم. طبعا حاليا بس عم بستعرض لكم ياهن مثل ما شايفين. هي هي السيارة الثانية. بالنسبة للسيارة الثالثة يا جماعة الخير واللي هي من نوع بيك أب، اللي هو يا جماعة الخير مثل ما شايفين من نوع دوج. طبعا هذا الدوج في ناس كتير بيحبوا هيك انواع من السيارات. صار في عنا مجموعة بيك ابات صراحة، يعني صار في عنا هذا البيك اب اللي شايفينه قدامكم، طبعا حقه 1000 عملة كوينز. وبنفس الوقت في عنا الفورد هاد مثل ما شايفين، في عنا كمان هاد، يعني في عنا كتير بيك ابات صاروا في اللعبة بهالموضوع. يعني جماعة البيك ابات زبطنا لكم وضعكم. فمثل ما شفتوا هدول هنن السيارات اللي ضافونا هون على اللعبه، بامكانكم تشترون اذا كان بتحبوا. اكتبوا لي في التعليقات عجبوكم ولا لا. بالنسبه لباقي الاشياء الثانيه طبعا ما في اشياء جديده، غير انه مثلا تعديلات بسيطه، مثلا يمكن ضافوا صدامات اماميه
للروز رويس، وباقي السيارات الثانيه عملوا لهم هيك تعديلات وكذا، فبامكانكم تظبطوا اموركم يعني تشحنوا في اللعبه، او بامكانكم تشتروا تعديلات خاصه في السيارات بشكل عملت اللعبه بدون كوينز وكذا. فيا جماعه الخير، ما بعرف يعني كل فتره وفتره بينزل تحديث، بس بيكون التحديث شوي اموره صعبه او شروطه صعبه، انه في كتير ناس ما بيقدروا يجربوه او ما بيقدروا بيلعبوا في هذا الشيء اللي عم يضيفوه، فمع الاسف يعني عم يتحيزوا اكثر شيء لموضوع الشحن وانك تشحن في اللعبه او عملت كوينز او هيك شغلات. وهيك هي النقطة بنعطيهم حق للمطورين انه ما في عندهم اعلانات في اللعبة، يعني بتدخل على اللعبة ما بتشوف لا اعلان، لا بتشوف ترويج، لا بتشوف شيء، لا بظهر لك اعلان في اعلى الشاشة ولا هالشغلات هي. المطورين عم بيحاولوا يربحوا او يجيهم دعم مادي من خلال شحنك للعبة بعملة الكويز والاشياء هي. في يا جماعة الخير ان شاء الله يكون وصلتكم الفكرة وعجبكم التحديث، كتبوا لي رايكم في التعليقات اذا عجبكم ولا لا، بالنسبة لباقي الاشياء اذا ضافوهم ولا لا على اللعبة ما بعرف، يعني انت جربت التحديث اكيد وشفت شو وضع التحديث، هل يا ترى عجبك ولا لا، وشو في شغلات ما ذكرتهم أنا في هذا المقطع، اكتب ليهم في التعليقات إن شاء الله بنجربهم أو نستكشفهم في المقطع الجاي. تحياتي لكم، ولا تنسوا الصلاة على النبي، لا تنسوا من اللايك اشتراك تفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل جديد، وبترككم بأمان الله وسلام.